قالوا ده فيه محل فاضي، قال لي ما بتتملي الا بذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن شنو القلوب؟ فيها راحه لما تذكر الله. يقوموا يقبلوا على المعاصي الشباب، مالين دعوه، ودي الفائده الاولى. وغير الشباب كبار برضو وغيرهم تلقاه يقبل على المعاصي. مره كوره يعديها كوره الا المريخ ويحرد العشاء، مالك ما قدرت تتعشى؟ يقول الله تقون اثنين، انت شنو طقوك اثنين؟ الله يقول لك من الريخات ولا لا لا وما قدرت تتعشى. اي ليه؟ الله ما غلبونا حردان، واللعيبه ذاتهم الغلبون ياكلوا في المندي ذات المدرب ولونه. بس اهم شيء نفسياتكم دي، عشان الهجمه الجايه والكوره الجايه والحرب بيننا وبينهم سجال، والايام دول ومره غالب ومره مغلوب. اهم شيء نفسياتكم، لا تلقاه مغلوب ياكل وداقع زعلان هو اصلا عنده خدره بايته، ما دار ياكل حردان. ليه؟ عشان غلبوا اثنين، والله الذي لا اله غيره. ديل بجنب واحدين تانيين يمشوا بتاع غنى، تشغل له قران طيب محاضره ما يتحمل يسمعها طوالي، فت 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 تبقى مالك. تشغل اغنيه تلقاه حزين لابد، بعد شويه دموع طق طق. هذا مالك؟ الله يقول لك رهيب الشوق، رهيب الشوق. اي ومالو ده معاك؟ الله يقول لك هبش لي محلات جوا جوا. وين ما جاي هبش دي؟ وين هي ذاك؟ وين الهبشوه ذاته والهبشه منو ذاته؟ شباب يا اخي تركب الباص يشغل اغنيه، الناس جت يقعدوا يبكوا بس. ويا زول يا طيب ماشي وين؟ وراح على الغمام تقبل الباص ده جت تلقاه كرر. انا اللي ذبحوا مالكم؟ الله يقول لك ساب البلد، وانتم ما بتسيبوها؟ براو سابه، ما انتم برضه بتسيبوها بعد ذاك. شوفوا الحاصل اللي قدام شنو. فلذلك الناس دار تذكير، والله الذي لا اله غيره، غفله شديده وشهوات وابتلاءات. ارتكب مواصلات مشاكل، تمشطح عليك شعرك، شغل لك اغنيه، الناس ترجف، ذاك يجي يسوي لك قطعيه يقطع لك اضانك ولا يهبشها من الرجفه، وحاجات كثير. تمشي المطعم برضه تلقى غنى شغال، تجي البيت مسلسلات شغاله، تمشي الشباب تقعد برا دار تتونس تلقى ده مشغل فيلم، وذاك وين؟ وده يكذب عليه. الو كيف؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. انا ابو ياسين جاي من قطر، وابوه في الملا جبع له في توم ولا بصل، ويكذب على البيت، وكله لف ودوران. امشوا الجامعات يشنطوا ويلبسوا كيف وعاملين كيف وحاجات كيف، ومصايب كلها مغشوشين. والله مره لقيت واحد فيهم بدا هات له جردل عديل كان جردل وفوطه شغال في كراو يغسل فيها في فوطه، قلت له انت اكسن ولا انت الفوطه بتغسل بها براحك؟ شغال يمسح ويغسل ومصايب ثقيله جدا. فديل دارين دعوه، دارين يقعدون في الواقع يورون هم خلقون لشنو وعايشين لشنو ذاته، والنهايه شنو في النهايه؟ في نهايه المطاف النهايه شنو؟ النهايه في النهايه موت، وبعد الموت في قيامه. ودي زخارف ساية شايفة دي، عربية جديدة وعمارة عالية ومرعى جميلة وأكل كيف وشوب بغادي وده المطعم الفلاني وألذ المأكولات وألذ المشروبات وده الموبايل الفلاني وده تغنيته كذي وده الواتساب وده الفيسبوك وده الكذا، كلهم دارين دعوة. والذي رفع السماء قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، ده امتحان. الزينة شايفة دي ده امتحان زي ليه؟ امتحان مش سايب، لانه بعده قال لك جنه ولا نار. لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فدي الفائده الاولى، ودي رساله للمسلمين كلهم، بلغ دعوه الله تعالى زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام بلغ الدعوه على ظهر الحمار. انت في كل مكان تمش بلغ الخير، وري الدين، بلغ الولد دين الله سبحانه وتعالى، عشان لما تموت ويدفنوك ارفع يديك يا الله والدعوه تصلك، يدعو لك في قبرك يجيك الخير. المرء علم الدين، لانه لو ما علمت الدين بتتعبك، والله تمشي الجيران تجيك سوي لنا ستارات والذهب ده كذي والجاره ما شاء الله ونحن ما زيهم، تسوي لك مشاكل علمتها على الدين الله بريحك في الدنيا دي خليه الآخر. وانت تخلص لله سبحانه وتعالى، اصحابك بدل تتلموا ونس ساي وجبنه وشاي اتلموا معاه في شيء الله يجمعك به في الجنه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
الله اداك مروة وقوة، اطلع على المنبر بلغ دعوة الله تعالى، اكتب بدل اكتبوا في الفيسبوك والواتساب ورسائل كيف اصبحت، اصبحت سوداني يعني دار اصبح شنو يعني، وكيف امسيت، وهو الليلة الجو كيف، ما في فايدة كيف اصبحت وكيف امسيت والجو كيف، دي فايدة شنو عليك الله الثلاثة هذه. لو كتب بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له حديث ان شاء الله لو ما حافظه لقاه في كتاب، ولا كتب له آية، مش ذاك بيستفيد، كلها كلام فارغ، تخش الرادي الله يمس والله ولا مسراك والمواصلات. قلت والله الذي لا اله غيره، بلد دي غفله وضياع للزمن، كلام كله فاضي. الموضوع ده موضوع الفنيين، ونحن نرى انه التدريبات دي تكون داخل الميدان ويفتحوا المجال للناس كلهم، وما يفتحوا شاغلين الرادي باشياء فارغه، وشاغلين بغادي ديلك برنامج زغروته، وديل بيجاي برنامج ما بعرف ايه، وديل برنامج شنو، وداك بغادي بتاع المدايح برضه مدايح ما فيها فايده، صار الليل للقرضه قرش، ما هو الحبوب ما هو الاغبش، عنده حصانه ما بتفتش، كهربته العاليه بتحرك تش، هسه دي فايدتها والله، دخل بلياء طلع كيكي، والله دي كلها مدايح، دخل بلياء طلع كيكي، ما هو الفجلو ما هو البامبي، هسه ده فايده فيها فايده، دي وين الدين هنا في الفجل والبامبي ده، وين وين دين الله سبحانه وتعالى، ضيعوا الامه ضيعوا زمنها، فبلغ دعوه الله في كل مكان.